لكن نرحب هاتفيا بالكابتن هاني سعيد نجم الكره المصريه والمدير الرياضي لنادي بيراميدز. كابتن هاني اهلا بيك، مبروك الفوز والتاهل للنهائي. يا كابتن هاني الله يبارك فيك، اخبارك ايه؟ انا كويس والله الحمد لله. فرحه كبيره بكل تاكيد شاهدناها داخل استاد القاهره النهارده وفي غرف خلع الملابس وحتى في نبره صوتك، لانه تاهل الى نهائي وعلى حساب حامل اللقب الزمالك. الحمد لله طبعا، الحمد لله لما تلعب في نادي الزمالك وتتاهل النهائي هي حاجه تخلينا اكيد مبسوطين. بس ان شاء الله نتبسط اكتر بقى لو كسبنا الكاس، ربنا يسهل ان شاء الله. وقف النهائي كحجر عثر قدامكم كتير، مره في الكونفدراليه، مره في نهائي الكاس نفسه، مره في الخطوات الاخيره من بطوله الدوري. عشان كده السؤال، ازاي ممكن تستعدوا لنهائي بطوله كاس مصر؟ بص احنا هنستعد كده كده بكل اللي احنا نقدر عليه، وهنحاول نعمل كل حاجه. وفي الاخر بص مفيش ثوابت في الكوره، يعني مش معنى ان احنا خسرنا اثنين نهائي فمعنى كده ان احنا كل نهائي هنلعبه هنخسره. فاحنا بص هنعمل كل الاسباب اللي احنا ان شاء الله تخلينا ان احنا نازلين يبقى عملنا كل حاجه، ومستنيين بقى ان توفيق ربنا ان احنا نكسب يعني ان شاء الله. ايه المختلف اللي حصل في الفرقه النهارده على مستوى روح ربما غابت في فترات سابقه، وعلى مستوى فنيات بتظهر وقت التأخر او النقص العددي لمدة اكتر من 3 ارباع المباراة؟ بص انا خلينا هعلق على حته الروح انت اتكلمت فيها، لان فنيات هي مش ناقصه عندنا، يعني احنا كل عندنا فنيات فهي مش ناقصه، بس احنا اللي كان بيبقى ناقص في الماتشات فعلا هي حته الروح او حته الاصرار، او ان انت تبقى فعلا نازل عندك اصرار انت تكسب كل ماتش، فهي دي اللي كانت ناقصانا. انا النهارده بصراحه شفتها موجوده، وانا من الماتشات اللي انا شفت فيها الفرقه دي بتلعب باصرار وبروح على الفوز انا ما شفتهاش فعلا من حبه يعني. فدي اللي مخلياني مبسوط ومرتاح، ومخلياني في نفس الوقت ان انا لا يعني انتوا عندكم حاجه، يعني اللي هي الحاجه دي طالما هي موجوده عندكم فلازم تطلعوها كل الماتشات، يعني كل الماتشات الحاجه دي تبقى موجوده، لان انتوا لو طلعتوها ما حدش هيقف قدامكم، ودي حقيقه. لان الفرقه دي بالامكانيات اللي عندها لو دي بقت عندها هتكسب ان شاء الله اي حد. ليه ما كانتش ظاهره؟ بما انك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، انه ما دام عندكم ده لازم تلعبوه بيه كل الماتشات. من وجهه نظرك كمدير رياضي داخل النادي دائما ترى كل الامور، تحكم على كل الامور، ليه شايف انه ما كانتش موجوده كابتن هاني؟ ما في موس انا مش لاقي لها سبب محدد، لان في الاخر احنا ما عندناش المشاكل، لان في ساعات طبعا الناس بتصدر ان عندنا مشاكل وبيحصل حاجات وبتاع، لا الحاجات دي مش موجوده. في طبعا المشاكل العادات الطبيعيه اللي بتحصل في اي فرقه في اي حته في العالم، دي عادي ومفيش فرقه ما فيهاش مشاكل، دي بتحصل، ده عادي جدا. لكن ما عندناش الحاجه، نعم انا بسمع يا كابتن. لكن ما عندناش الحاجة اللي هي تخلينا نقول ان احنا عندنا مشكلة جوه النادي بتأثر على الحتة دي. هي بتبقاش موجودة، ايه سببها بالظبط انا مش عارف، يعني انا مش عارف ايه سببها بالظبط، بس بنزل في ماتشات بحس ان الروح او الاصرار على المكسب، بلاش حتة الروح، يعني اقول لك ان انا ابقى مصر ان انا اكسب ما بتبقاش موجودة. بس هي دي اللي انا شايف ان هي دي اللي ناقصانا. بس اعتقد في حدث زي ده وبأداء وبنتيجة زي دي بتبقى نفسك ان النهائي يكون بكرة، مش كده؟ والله انا نفسي ان يكون يعني بعديه على طول عشان الحقهم وهم في الحاله دي زيهم الاثنين ورا بعض على طول. بس لكن خد بالك انا برضو انا عندي مشكله، انت برضو خليتني اخد بالي من حته، انا عندي مشكله، انا عندي يومين، يعني انا عندي النهارده الاثنين، عندي ثلاث ورا يوم الخميس، يوم الخميس مظبوط بالظبط. فالموضوع صعب جدا، يعني الموضوع صعب جدا. انا اتمنى ان احنا الماتش طب يعني يبقى يوم الجمعه، يعني لو فيها امكانيه انه يبقى يوم الجمعه يا ريت، لان الماتش حتى مش 90 دقيقة، الماتش 120 دقيقة مظبوط، وماتش زي ده والمجهود اللي طلع فيها واحنا ناقصين واحد، فاحنا محتاجين يوم زيادة، رغم انه مش كافي كمان، بس على الأقل يوم زيادة برضه هو هيفرق شوية مع بسيطة، ابعته للرابطة وهترفض. ما بس بالظبط زي ما انت قلت كده، احنا هنبقى والله انا اتمنى ان هم يوافقوا طالما الموضوع يعني مش هيسبب مشكله في حاجه، يعني الزمالك لعب زينا النهارده وعنده ماتش يوم السبت يعني طبيعي، يعني خد وقته. طب احنا ليه العبنا يوم الخميس؟ ليه طيب يعني ليه العب يوم الخميس؟ ما هو لو نقلها السبت هتلعبوا الساعه 3 الا ربع فهتزعلوا. الجمعه لا وديني السبت الساعه 3 الا ربع مفيش مشكله، دي مش هزعل فيها، او الجمعه العب الجمعه بقى اي وقت ما عنديش مشكله برضه. ايوه تمام. طب بمناسبه الكلام عن الرابطه كابتن هاني، الناس تساءلت وقالت اشمعنى مباراه الاهلي وبيراميدز طالب الاهلي او بيراميدز بحكام اجانب واستقدم حكام اجانب، اما في مباراه الزمالك في نصف نهائي كاس مصر لم يطلب حكاما اجانب؟ ما بلاش بقى تدخلنا في الحته دي،
بلاش يعني مش عايز اخش بص في حته معينه. بص انا بالنسبه لي عامه يعني الحكم اللي كان موجود النهارده هو من احسن الحكام اللي موجوده في الدوري حقيقي، وقدم مباراه كبيره قوي النهارده. انا بالنسبه لي هو يعني رغم ان انا ما اعرفش الطرد يعني الكره اللي قبلها هي فاول ولا مش فاول، انا ما اعرفش اختلف يعني عليها فعلا في اراء تحكيميه، البعض قال في فاول على الجزيري والبعض قال التحام طبيعي. لكن انا هو بالنسبه لي من افضل الحكام اللي موجوده في مصر بصراحه. فهو وجوده بالنسبه لي بص عنده ميزه كمان ان هو ما عندوش حسابات. دي من وجهه نظري يعني ما بيحسبش حسابات، يعني هو بيحسب اللي هو شايفه من وجهه نظره الصح بغض النظر عن مين الفريقين اللي بيلعبوا. ايوه بس فدي بالنسبه لي كانت مريحه يعني، دي مريحاني فما عنديش فيها مشكله. لكن ارجع للسؤال نفسه بقى، ايه السؤال؟ ليه ما طلبتوش حكم اجنبي بينما طلبتم حكم اجنبي في الدوري قدام الاهلي؟ ما انا بقول لك اهو ما طلبناش حكم اجنبي، يعني الحكم اللي كان موجود هو حكم مريح بالنسبه لنا. ما انتوا ما كنتوش عارفين غير امبارح زينا. ما احنا عرفنا امبارح، ما كانش في وقت اساسا نجيب حكم اجنبي. بس ماتش الكاس ده بيتحدد من قبلها بكتير. الماتش نفسه اه، بس عايز تاخد مني انهي اجابه بس؟ عايز الاجابه الحقيقيه، فكرتوا ازاي وقت وقت التفكير في قصه تحكيم المباراه؟ بص مش خد بالك احنا في الاخر بنعمل اللي احنا شايفينه يعني يوفر لنا عداله الى حد ما، لان احنا في الاخر مش حاسين بالموضوع ده. ايوه احنا مش حاسين بيه، فاحنا لما بنيجي نطلب في اوقات حكام اجانب احنا عايزين بس نحس ان في ما حدش ليه حسابات، لان للاسف في ناس ليها حسابات. بس في مباراه الاهلي وبيراميدز تحديدا؟ لا ليه، ما في ماتشات في الزمالك بنطلب فيها حكام اجانب عادي يعني، لا مش تحديدا، لا طبعا خالص مش ده المقصود يعني. هو في حسابات في حاجات عامه، مش يعني مش مع فرقه بس واحده محدده، لا خالص انا ما اقصدش كده. تمام. طيب سمعتك من شويه في الراديو كابتن هاني لما سئلت عن عبد الله السعيد، قلت اللي اقدر اقوله انه دلوقتي هو موجود معانا، لكن الكوره فيها كل شيء. هل في تفسير لقصه التصريح ده او احتماليه بقاء او رحيل عبد الله السعيد في موسم الانتقالات الشتوي؟ التفسير بس ان انا خد بالك انا ما بحبش اقول كلام اللي هو بقى مصر عليه وفي الاخر ممكن يحصل عكسه. مفهوم مفهوم. اه ففي الاخر انا بدي، لان بص انا بحكم ان لعبت كوره فتره طويله عارف ان الكوره دواره بالظبط وفيها متغيرات وما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل، فعادي جدا ممكن يعني ممكن اقول لك دلوقتي لا هو قاعد اكيد 100% ويجي بعد حاجه تحصل حاجه فيبقى مش موجود، فانا فاهم انا كده بطلع بقول اي كلام وخلاص. مفهوم. لكن حاليا عبد الله موجود. حاليا عبد الله موجود. اما على مدار 15 او 14 يوم جايين فالله اعلم. الله اعلم. تمام. الكابتن هاني مبروك مره ثانيه، وبالتوفيق باذن الله في المرحله المقبله. بيراميدز يلتقي مع فاركو يوم الخميس، ونهائي بطوله كاس مصر يلتقي